إلى مسند الدارمي باب صلاة التطوع. صلاة التطوع. الحمد لله، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في سننه وزدنا مع كتاب الصلاة، قال باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل. قال رحمه الله أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة. سبحان الله، يعني هذا الحديث حديث عظيم جدا، أقول عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة، ففي دلالة واضحة جدا على التفريق بين صلاة المرء في جماعة وصلاة المرء في بيته. أولا هذا حديث يشعر بفضل الصحابة الكرام وأنهم أصحاب همم عالية راقية يبحثون عن الأفضل وعن الأعظم في ذلك، فأسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكمل والنبي يرشدهم إلى الأعظم وإلى الأكمل. قال شوف أنهم كانوا حريصين على كل الحرص على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والموافقة لما يفعله السلام فرضا ونفلا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة المرء في جماعة، فصلاة المرء في جماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة، هذا بالنسبة للفريضة. لكن بالنسبة للنفلة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، صلاة المرء صلاة النافلة في البيت كصلاة الجماعة في المسجد، صلاة النافلة في البيت كصلاة الفريضة في المسجد. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ولا تجعلوها قبورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النافلة قال شوف إن خير صلاة المرء في بيته إلا جماعة، خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة، فصلاة النافلة في البيت كصلاة الجماعة في المسجد. نعم. وهناك رواية أخرى في يخبر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ حجرة في مسجد النووي بمعنى حاجزا بينه وبين الناس، وكانت هذه الحجرة محاطة ومحددة بحصير، وليس المراد بها حجرة عائشة رضي الله عنها أو حجرة من حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن التي كان يسكن فيها هو أهله، فإن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لها جدر تحجب من كان خارجا منها أن يرى من في داخله، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم حوط في رمضان موضعا من المسجد بحصير ليستره، فجعل الحصير كالحجرة ليصلي فيه التطوع ولا يمر بين يديه مار، ويتوفى وأيضا يعني يخزن الأمر على علو الخشوع ويتفرغ القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الحجرة في رمضان قيام الليل وهو ما عرف بعد صلاة التراويح، فكان الناس يجتمعون ويصلون بصلاته ومقتدين به، فلما رأى منهم ذلك جعل يقعد ولم يخرج إليهم، وامتنع عن صلاة القيام في المسجد في تلك الحجرة، ثم قال علمت حرصكم على صلاة القيام معي. وجاء في رواية عائشة عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم بين لهم أن السبب عدم قيامه مع علمي بحرصهم هو خشيته أن تفرض عليهم، وهذه فيها دلالة أن النافلة ليست فرض، وأنه يخشى أن تفرض عليهم سبحانه جل في علاه، يعني لم يفرضها، والنبي كان يخشى أن تفرض على عباده بحرصهم عليه. قال فصلوا على الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي رواية قال فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الجماعة، وهذه فيها دلالة أن النوافل في البيت كالفريضة في المسجد لها يعني ب 27 درجة، وفيها أيضا فضل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على كل ما يفيد الأمة، أن يعني أنه يشير إلى ما هو النافع لهم وأفضل ما يمكن أن يصل إليه المرء درجات عند ربه جل في علاه، سواء في الفريضة أو في النفلة، فالنفلة في البيت أعظم، لا تجعل البيت قبرا، وفي أدلال على حرمة الصلاة في القبور، وأيضا أن النفلة في البيت كالفريضة في المسجد يعني ب 27 درجة. ولذلك كان المسلم أغلب ما يصليه في نافلة يصليها في بيته، ولو صلى في المسجد دلهم وبين لهم أنه أن صلاة المرء في بيته خير له من صلاته
مسجده. الفوائد المستنبطة: حرص النبي على إيصال الخير لأمته، حرمة الصلاة في القبور، لأنه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، تنوع الخير بتنوع الأماكن، تنوع الخير بتنوع الأماكن. بهذا نكون انتهينا من دروس الليلة، يبقى لنا الكلام على الفتاوى. الفتاوى إن شاء الله يعني 5 دقائق ونبدأ الفتاوى، يعني ما أن نغلق البث ونفتح بثا جديدا للفتاوى بإذن الله تعالى. أسأل ربي أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. جزاكم الله خيرا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.